ينظم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ورشة لمراقبي مباريات البطولات الآسيوية النخبة لشرح التعديلات الجديدة في أنظمة المباريات. الورشة التي ستقام في البحرين اعتبارا من الجمعة المقبل ولمدة 3 أيام سيشارك بها من الأردن منعم فخوري وأيمن هارون كونهما من مراقبي النخبة في القارة الآسيوية. للحديث أكثر عن هذه الورشة ينضم إلينا المراقب الدولي عبر الهاتف منعم فخوري. مساء الخير سيد فخوري، يعني أبرز البرامج للدورة المقبلة التي سيعقدها الاتحاد الآسيوي للمراقبين. مساء الخير ومساء الفل لكل مشاهدي قناة المملكة. بس إذا بتسمح لي قبل ما ننتقل أتقدم بأحر الأعزاء إلى أسرة الكابتن محمد اليماني الذي توفاه الأجل وقبل قليل ووريا التراث. أخي الكريم، هي ورشة عمل تقام سنويا للمراقبين وللمرشحين الجدد. من الأردن قام الاتحاد الأردني بترشيح مرشحة جديدة اسمها نسرين الخزاعلي، وإلى جانب مشاركة لمراقبة موجودة أصلا في الاتحاد الآسيوي اسمها عبير الرنتيسي، وإلى جانب منعم فاخوري وأيمن هارون. محاور أو مواضيع الورشة العمل تستمر 3 أيام، العديد من الأمور المتعلقة بتنظيم المباريات، آخر التعديلات، شرح قانون كرة القدم، إلى جانب التأكد من جاهزية الملاعب التأكد من أن كافة الاتحادات الأهلية والأندية التي تستضيف البطولات أو المباريات الآسيوية تتطابق تجهيزاتها مع معايير الاتحاد الآسيوي. وهذا أمر هو سنويا يقام للمراقبين في آسيا، وأنا بتشرف أني أنا أكون أحد المراقبين رغم أني أخدمهم. هذا فيما يتعلق بالبرامج، برامج الدورة، ولكن على أرض الواقع ماذا ستضيف لعملية المراقبة؟ الورشة هي تضيف بعدا جديدا يتعلق بتأهيل كوادر من المراقبين الشباب الجدد وتجهيزهم للإشراف على المباريات والبطولات الآسيوية. يعني هذه هي أهم القيمة الإضافية، إلى جانب تعلم أنه في هناك دائما تطور في تعليمات وأسس تنظيم المباريات، منكون على اطلاع عليها وتطبيق عملي لكافة المواضيع أو الإجراءات التي يقوم بها مراقب المباراة من وصوله إلى مغادرته، أو بالأحرى حتى قبل وصوله إلى مغادرته. هناك أمور كثيرة يجهلها العديد من الإخوان من أسرة كرة القدم، أنه يجب أن تكون هناك جاهزية تامة تتطابق بمعايير الاتحاد الآسيوي في جاهزية الملاعب والملاعب التدريبية والإقامة والمواصلات والاتصالات أيضا. سيد منعم، هل من خلاف دار بينك وبين الاتحاد الأردني لعملية ما يتعلق بتسمية المشاركين في الورشة، ومن ثم وصلتم إلى صيغة توافقية؟ يا سيدي، أنا أول شيء أشكرك على هاي النقطة. هو المراقب يمثل بلده ولا يمثل شخصه. من قبل حوالي شهر يقوم الاتحاد الآسيوي بإرسال رسالة إلى الاتحاد الأردني تتضمن ترشيح الموافقة على ترشيح نسرين الخزاعلي، وإلى جانب إعادة تسجيل المراقبين منعم فاخوري، عبير الرنتيسي، وأيمن هارون. فأعطونا مهلة لتسجيل من 1 إلى 12/11، ولكن للأسف قبل إغلاق باب التسجيل أنا تسلمت مكالمة أو تلقيت مكالمة هاتفية من مسؤول في الاتحاد يعلمني فيها بأنه أمين السر رفض تسجيل منعم فخوري لأنه لا يعمل في الاتحاد ولا يمثل الاتحاد. مع العلم أنا وبكل تواضع خدمت في الاتحاد لمدة 33 عام متطوع في اتحاد أردني لكرة القدم، فتفاجأت من هذا الموقف السلبي، وعلى الفور أبلغت المسؤول وقلت له أنا مش بحاجة لتسجيل لأني أنا مسجل.
كي نكسب الوقت، تسمية المشاركين تتم من الاتحادات المحلية الأهلية أو من الاتحاد الآسيوي؟ الآن 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 يتم ترشيح المراقبين، ترشيح المراقبين الجدد من قبل الاتحادات الأهلية طبقا لمعايير آسيوية وتخضع لموافقة الاتحاد الآسيوي. بالسابق تعرف أنا مراقب من 25 سنة. أنا الآن معتمد آسيويا ودوليا، وأبلغني الاتحاد الآسيوي أنني لست بحاجة إلى تسجيل، وعلى إثر ذلك أرسلوا لي التأشيرة وبطاقة السفر، وأستعد الآن للسفر إلى البحرين للمشاركة في ورشة العمل. بالسلامة إن شاء الله لك ولكل المشاركين في الورشة. منعم فاخوري المراقب الدولي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أشكرك جزيل الشكر.